وشن بشخص اسلم 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 من الشخص الثاني اللي عندك اشرب ربع ساعه اسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يمسيكم بالخير شباب. ان شاء الله انا كل يوم جمعه بنفس التوقيت ذا اباخذ من وقتكم 5 دقائق بعنوان وقفات، كلمتين وقصه بسيطه، بعدين اختصرها في فائده، يعني حكمه او شبه حكمه، المهم انها تختصر الموضوع ذا كله في فائده صغيره. اليوم بتكلم، موضوعنا اليوم عنوانه طور نفسك. يا سلام. Improve yourself. Improve yourself. طبعا انا بتكلم باختصار شديد يا جماعه، كل واحد منا مرات يقعد مع واحد عمره 20 سنة، عرفت، وتلاقي له تفكير معين ونهج معين، تجي تجلس معه بعد 10 سنين تلاقي الرجال ذا نفس التفكير ونفس النهج وما تطور فيه شيء، على عكس ناس تقعد معه تلاقيه في خلال يومين او اسبوع طور من نفسه كثير. الله. طور من نفسه من ناحيه الاسلوب، طور من نفسه من ناحيه الشكل، من ناحيه العلم، من ناحيه الدراسه. خلنا نفترض يعني نتكلم مثلا عن ناحيه تطوير النفس من ناحيه النصح. مثلا كان في شخص اسمه عبد الله، الرجل ذا متحمس بزياده بس تنقصه بعض المهارات. في يوم من الايام راح يصلي الرجال وكان مستعجل للصلاه وخايف ان الامام يقيم الصلاه وما يلحق عليه. مر لقى له رجال واقف فوق الشجره، عرفت؟ فالرجال استغرب، الحين الامام بيقيم بعد شوي وده واقف فوق الشجره، فقال له انزل 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 صل فوق النخله. هذاك رد عليه بكل برود وما حتى التفت له، قال له طيب طيب، قال تكرمون انزل، تضايق يعني بكل برود تقول طيب طيب والشيخ بيقيم بعد شوي، قال الله يكرم السامعين انزل يا حمار. قال هذا من الحمار؟ قال انت الحمار، انزل صل. هذاك على طول خذا كسر له جذع من النخله ونزل له. سوى عبد الله ذا؟ تلثم وانحاش. نزل الرجال وراح لبيته وصلى. جاء وقت صلاة العصر، عبد الله جاء مرة ثانية وفكر، قال أنا لازم إني أغير أسلوبي وأطور أسلوبي في النصح. جاء عند الرجال، السلام عليكم. قال عليكم السلام، كيف حالك؟ بشرني عنك، وشلون أمور التمر وشلون أمور النخل السنة ذي؟ قال أبشرك كل شيء تمام. قال الله يوفقك والله يرزقك وإن شاء الله أنك بتحقق اللي تبيه بإذن الله، بس أنا بذكرك بشيء بسيط، الحين الإقامة بعد شوي والمذن أذن، ما ودك تنزل تريح شوي ونروح نتوضا ونصلي؟ قال لي والله. ونزل وسلم عليه وصافحة وقال له بيض الله وجهك ما قصرت، وأنا أشكرك على خلاقك، ولو أني أعرف اللي قال يا حمار كان علمته من الحمار. فلازم الواحد يطور نفسه من ناحية دراسته، من ناحية تعامله مع الآخرين، من ناحية كل شيء. هذا كان حديث اليوم وبختصره في جملة بسيطة وبقرأها لكم. سم خلنا نخلص وبجيك. برا برا اما برا من يوم ما قال مسابقات رف قلبي ما في فلوس دراهم نعوض بنشوف بايش لخص صح. مهارتك في التعامل مع الاخرين على اساسها تتحدى طريقه تعامل الناس معك. الله. هذا اختصار. يا سلام يا سلام. اتمنى اني ما ثقلت عليك. مهارتك في التعامل مع الاخرين على اساسها تتحدى طريقه تعامل الناس معك. أجزت فأفدت. يا سلام. في بعض الناس صالح يبرر لنفسه كثيرا، يعني مثلا يزعل ويعصب ويقول لك أنا كذا وضعي، تعال بندر تعال شكلي كذا، أنا تعال شرح لك الدرس تعال. فإيش تقول للناس هذول صالح؟ مثلا واحد يقول لك يا أخي أنا أسلوبي كذا، أنا تعال يا أبو، تعال يا أبو فيصل، تعال تعال أمتص منك الدفع أنا. فاقول لك بعض طيب. الناس يقول لك انا طبيعتي كذا غريز. طبعا جبت العيد. اسلم. شكرا شكرا. هذه راحت. لا جديد. ها لا جديد نعم. اي يقول لك انا الله خلقني كذا، شلون اطور نفسي؟ ايوه يقول حتى في اسلوبه يعني. وفي ناس للامانه في ناس كاركترهم عصبي بس هم والله هادين وكاركترهم عصبي ويحكم عليهم الناس يقول لك اخ هذا معصب. فايش يعني ايش الطريقه اللي تتعامل مع الشخصين او الشكلين هذول يا صالح؟ مع العصبي ومع العصبي اللي يقول انا من الفطره
ومع الادمي اللي كاركتره معصب بس هو رجل طيب لكن الناس تحكم عليه لانه كاركتره استغراضي. الموضوع ذا موضوع ان فينا ان الله خلقني كذا وانا شلون اتطور، هذا بجيه الاسبوع الجاي ما شاء الله باذن الله نفس الموضوع ذا بجيه. طب الثاني اللي هو ها ابو كاتم ايش فيه؟ انت قلت هو طيب وحبوب بس كاركتره معصب. طول عمره غير طبعه وتغير كله. ايه ها تزول تزول الطبيعه والتطبع ما اسمع كل ذا كلام كل ذا كلام ترى غير صحيح يعتمد على الشخص. باذن الله الاسبوع الجاي بيجي الكلام ذا اللي تقول عنه لان في ناس تجي تقول يا اخي انت ليش ما تطور نفسك، يقول يا اخي الله خلقني كذا هذه قدراتي. لا ما الله خلقك كذا بس انت تقدر. بتكلم عنها الاسبوع الجاي باذن الله. مستسلم. طيب اعطي ملاحظه بالنسبه لما قال اول شيء ان الانسان بعض الناس اللي تلاقاهم حصلوا يعني اليوم بنفس الفكر وبعد كم سنه بنفس الفكر. ايه؟ هذا خلاص حكم علي ان انا لقائي لهذاك هو كان اخر لقاء به لانه ما راح يفيدني ولا راح افيد الشخص هذاك. لما اجي وهو متجدد يحكم علي غصب اني انا اجيك اليوم واجلس معه واخذ معلومه معينه اخذ حاجه معينه وانا اشهد الله انك انت منهم. الله يعزك. طيب يا شباب واخذ من وقتكم بس كم عددكم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 قول يا راشد. نثري في موضوع صار. ايه خلينا نكلم موضوع صار. هو نبيع بالاسهم مو مشكله بس خلني اثارك. يلا صل على النبي. والله العظيم اني اول مره اشوف محاضره دقيقتين فائدتها كفائده محاضره ساعتين. لا مو ساعتين. لا بيض الله وجهك وجمال الله حالك. انت ذكرتني بحاجه اللي هي قلتها مشروعي. ليس المهم في كيفية، ليس المهم في توصيل المعلومة بقدر ما هو مهم كيف توصلها. الأسلوب هو اللي يحدد الحاجة دي راح يتقبلها الطرف الآخر أو لا. بيض الله وجهك جم الله حالك. أنا والله تعمدت أسلوب القصص لأن الناس ملت من الناس أصلاً ملت من يا جماعة الربع شوي هدوء تكفون يا وائل بندر بندر والله بندر ثواني بس. الناس ترى ملت من النصح المباشر التقليدي خلاص يا أخي. نصح مباشر تجي تقلت هذر علي، فإذا جاءت بأسلوب قصاص يتقبلونها أكثر. سمي أبو فهد. أنا في بيروت صار لي موقف على نفس الطاري. الأسلوب وشون جمال الأسلوب وأهل لبنان معروفين أصلا بهذا الشيء. كنت راكب تاكسي فما سكيت الباب زين. وش قال على التاكسي؟ ما قال أسك الباب بس أسك الباب. قال لي الباب حيغلبه، يعني ترى الباب هو اللي بيتعبك ولا أنت ما منك خطأ. فرحت سكرت الباب. شوف شلون جمال الاسلوب يخلي هي نفس الطلب نفس النتيجة بس وين الاسلوب بس اللباقة. طيب روح. انا طار الشباب يوم يقولون الله خلقني كذا نفسه هو اللي خلق كذا. هو نفسه اللي قائل لمن شاء منكم ان يتقدم ويتغير. يا سلام. يعني هو نفسه اللي خلق كذا وايضا هو نفسه امرك انك تتقدم وتغير ولا تتاخر. بيض الله وجهك يا ابو شباب والله العظيم انك حبيب وائل. سمو وائل خلنا نعطي وائل. لا يا عيال يعني معلش يا شباب معلش. لا محمد اسمع محمد ترى كل واحد يحترم بعدكم يضحك بندر والله ما يسكت. اطلع اضحك برا تعال عشان ما تخرب.